السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بعد غياب طويل، شركة إيريس كغيرها من الشركات الوطنية تستأنف عملية تسويق هواتفها الجديدة، سلسلة جديدة من إيريس تحت مسمى الآن. وأول هاتف من هذه السلسلة هو إيريس أن 30. معلومات عن الهاتف قليلة، لكن نستعرض ما لدينا من معلومات. إذن تصميم الهاتف يأتي بشكل لامع، إطار من الألمنيوم مع ظهر زجاجي يمنح الهاتف منظر جذابا. شاشة الهاتف من نوع IPS LCD، وهي شاشة كاملة تقريبا مع نوتش في. يأتي بشاشة بحجم 6.3 إنش بدقة Full HD Plus وبعد 1080x2340 بيكسل. المعالج من ميديا تيك هيليو بي 23 8 نواة بتردد 2 جيجاهرتز. الرام بإصدارين 3 أو 4 جيجا، والسعة كذلك بإصدارين 32 أو 64 جيجا. الكاميرا الخلفية ثنائية، الأولى 16 ميجا بيكسل والثانية 5 ميجا بيكسل، فتحة العدسة F2.0، فلاش ليد خلفي، كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، البطارية 4000 ملي أمبير مع الشحن سريع لكن لا نعلم قدرته، يدعم بصمة في الخلف وهي سريعة بالإضافة لدعمه لخاصية الفيس أنلوك، سماعات مزدوجة عالية الوضوح. السعر في حدود 3 ملايين أو ربما أقل. الألوان أخضر أزرق وأبيض.